طقت السما فوق ودقت وجات راجعه، ما عنده جنب ولا عنده مطر. دكتور في جامعه ام درمان الاسلاميه، رئيس كرسي التفسير بكليه الطب بجامعه ام درمان الاسلاميه تقريبا، ها؟ قال والله مشايخنا بنديهم القروش، المشايخ بينزلوا المطر، يعني ما قلنا بلد تصلح؟ والله مو الصف عيش، بعد شوي ممكن نجيب صف للهوا ذاته، تجيب صف عشان تشم هوا وتطلع تاني من الصف، الهوا ذاته ممكن الله يشيله مننا، إذا كان ناس عندهم آلهة بالباطل، آلهة كثيرة بتعبد في البلد دي يا ناس. وطبعا ده الكلام الحار ده، الحار ده اللي بيصلحك، خلي دقيقة يا ولد، الكلام الحار ده اللي بيصلح البلد دي، ما دام هي ما بتصلحك. أنت قال لك بيخاف من زول، عندك زول داري ناظرنا اللي يجي. ما بيلقى أي طريقة بإذن الله. ما دام هي ما بتصلحك. ديمقراطية ما بتصلحك، اسمعوا الكلام ده كويس. علمانية ما بتصلحك. شنو ما بعرفه ما بيصلحك. بيصلحك الإسلام اللي هو التوحيد ده. الناس لمن توحد الله براه وتكفر بالقوب وعبادة الأضرحة والتبرد بالتراب. الله بيصلح حاله. شافع في مدينة رشاد زي الود الجاسة ده معاه عصابة من المجرمين، قالوا انت عارف اصل الناس دي جهلة، نعمل لنا وهمة كده بشكل قلبة. قالوا الشافع ده جا والرسول في النوم اداه جرسلين، الرسول في جرسلين، وقبل بتاع الكريمت قال الرسول جاني في النوم اداني بوسمار، الرسول بوزع بسامير عند جماعة دي بتاعنا الطرق. اها الجرسلين يا ولاد بيسوي شنو؟ قال الجرسلين ده الرسول قال له بيمشي من اي مرض. في ناس بقى يمشوا ليه رشاد يشربوا الجرسلين، الجرسلين بتاع الحيك ده بيشقق الكره، بيشربوا الجرسلين بجد يا اخي. ام عقيدتها في جرسلين وفي فازلين وفي طين، كيف تنصلح تمشي لقدام؟ ده المهم، ده المهم. الناس اللي بيجي يقول لك لا لا كلام ده بفرق الامه، جماعة اللي دارين يملوا قروشهم والدارين يصفوا البلد دي، يقول لك لا الكلام ده بفرق الأمة، ما بفرق الأمة، الكلام ده هو اللي بيوحد الأمة، ودي دعوة الرسل كلهم بلا استثناء. ربنا قال في القرآن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أئمة ماسكين مساجد، والله مسجد المكيف بتاعه تلجة، المكيف بتاعه سوستة، شفت كيف؟ تخش الإمام بدل ما يكلم الناس في التوحيد اللي هو أساس الإسلام وأصل الدين يقعد يلف ويدور. الجمعة الفاضلة دي صليت هنا في مسجد في أم درمان ده، جيت مرة سايب الشارع أدركتني الجمعة، الإمام قال داري يفسر سورة الحجرات، والله يا ريته ما فسرها. قال سورة الحجرات قال تحقق ما بعد الثورة، ثورة بتاع شنو؟ ثورة بالنص؟ قال تحقق ما بعد الثورة، قال لأنه كنا في ثورة فسورة الحجرات تحقق ما بعد الثورة. طبعا ده الرد جماعة عشان يخلوه في المنبر ده وعشان مرتبه يكون ماشي. يا أئمة خافوا الله واتقوا الله، كلموا الناس في التوحيد. هسا في الشارع ده بتاع الظلط ده الثاني على البحر في فكين ساحر معلق له علم، والناس بتجي مارقة وداخلة، وعندنا بغادي برضه النساوين ليه 11 بالليل بالحفلات. الفكين ده شنو؟ عنده نساء وتوليد جوا؟ شنو نساوين دخلات ومرقات وبخور كايم وشغله فارغه؟ عندي تيس رايح يقول لك شالوا فلان مشلخ، عندي عربيه رايحه شالوا فلان سافر بالقضارف، كله كذب وكفر بالله وده مناقضه للتوحيد. النبي عليه الصلاه والسلام قال من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر، كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ده اللي بيمشي للفقير وصدقه، اما اللي بيمشي وما بيصدق صاحب باستطلاع. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه 40 يوما. اهتني بيمشي لفكين منه؟ ده كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. ده مرض البلد دي، ده مرض ثاني ما في اي مرض. مدنيه جربتوها باظت ولا ما باظت؟ باظت وقشت الورق قدام. ديمقراطيه جربتوها هي خربت. الجماعة اللي عاملين فيها إسلاميين جاتوا البلد كلها جاتت. يا ناس ارجعوا للتوحيد، هل لكم هنا ده؟ الله ده واحد بيعلم الغيب براو، ما في فكي معاو، بدي جنة براو، ما في شغلة زرقاب ولا سجم رماد معاو، ينزل المطر براو، ما معاو أحد.
خليكم على العقيدة دي. ربنا قال ولو أنهم قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. ده جواه الدقيق، جواه العيش، جواه البنزين، جواه الجاز والغاز، جواه الذهب والفضة. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صلى الله وسلم بارك على محمد وآله وصحبه.